لحظات فارقة في حياة أسرته، ولمسات أخيرة لبعض المقتنيات في منزله تجعل هذه الأسرة تتمسك بالقيم التي كرسها الشهيد عادل أحمد رمضان ابن قرية قادوس بمحافظة البحيرة، والذي استشهد في حادث كرم القواديس الأول. ما ليش جيش ولا ليه حاجة، بس سبحانك يا رب في دماغه كده ويتطوع، وكل ما يتكلم كل ما واحد عندنا هنا ولا أي واحد يقدم في التطوير نقول له ده فلان عادي يقول طب كويس عشان البلد يا بس كويس والله عشان خطر مصر. آخر مرة كان مسافر فيه كنا الفاجر بمشي، وكان دائما يمشي الفاجر من هنا. خليك عادل لما النهار يطلع ولا يابا عشان نلحق المواصلات وبتاع. طب مستني عادل لما تمشي. قلت له رب انت عشان تصلي يا رب. خدت بعض انا وطلعت على مجالس وحشت وبتاع، رحت انا المسجد فرحنا هنا مصفيت. يوم دي قال نصلي الفجر هنا عشان العربية هتأخر، صلى هنا ومشى قبل ابو ما يجي ابو يجي من صلاة الفجر. لكن قال عادل يقول له لسه ماشي اهو. قال ما صلاش، قال قلت له صلى هنا ومشى. كان في سيني، كان في في كان في في الشيخ زويد كرم القواديس الشيخ زويد. كنت كل ما نكلمه اقول له احنا يابا زي الفل. ازاي هذا الحسامين بيقولوا في وش عندك وبتاعه، والشاشة التلفزيون بتقول وبتعمل وبتاع. يقول له يابا احنا 100 زي الفل، ما فيش اي حاجه. كان في منتهى الادب والله، في منتهى الاحترام، ما كانش فيه زي، وفعلا ما فيش زي ولا هلاقي زيه اخ على ادب وعلى احترام وعلى حبه ليه. كان هو الصغير وهو الكبير، كان دايما هو يضرب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة 3 كده العصر. يا عادي اللي عاملين ايه؟ كل حلوين يا ابني، ما فيش اي حاجة. في اليوم اللي هو نضرب فيه دي ما ضربش عليه. نضرب عليه مغلق غير متاح. والدته برضو حست بجلب كده. يا وليه ما فيش حاجة طولي بالك تقول لا أكيد فيها حاجة. يا ولية طويلة فالت ولا أكيد في حاجة. قبل الحادث أنا حلمت حلم كئيب يعني، وحسيت بيه استفراغه صعب. صعب جو. إحنا مصر، جينا من مصر جايين وياه في العربية لحد الجبهة. فتح الصندوق وفتح بص ومسكه، فتح بص ومسكه. ستظل ذكراك باقية في قلوب أهلك والمصريين أجمعين، يا من سبقتنا إلى الدار الآخرة مخضبا بدمائك الطاهرة، فهنيئا لك الجنة ارقد فيها بسلام. عبد الرحمن داود، 90 دقيقة، قناة المحور.